واحنا قاعدين دلوقتي مع حضرتك ورانا قناه السويس، في مركب دلوقتي بتعدي، في سفينه دلوقتي بتعدي، نوعها ايه؟ ويعني لو ممكن تقول لنا هنا نوعها ويعني البضائع، نوع البضائع. دي مركب كونتينر، دي مركب حاويات. مركب حاويات، ودي مركب صغيره مش كبيره. دي صغيره؟ دي مركب صغيره مش كبيره، دي في حدود مثلا ال 80 70 80 الف طن. احنا عندنا بيعدي هنا لغايه ال 238 الف، لان الغاطس عميق هنا. الغاطس عندي عميق، بيشيل اي اكبر، يعني الاعلى اكبر كونتينر في العالم بتعدي، ما عندهاش مشكله، ما عنديش مشكله فيها، يعني اكبر كونتينر في العالم بتعدي من هنا، ولسه كانت معديه 234 من قيمه الاسبوع. وعلى فكره يعني هم بقوا كتير دلوقتي فوق ال 200، بقى كل يوم في فوق ال 200، 2 و3 و4 و5 مراكب فوق ال 200 الف طن. المركب دي شغلتها انها كل صندوق اسمه حاويه، اللي هو الكونتينر ده، كل كونتينر ده جواه البضائع. كل واحد عايز ينقل حاجه، بتبقى في كراتين، في علب، في حاجات خفيفه، في حاجات مش يعني حاجات اللي هي ايه بيتخاف عليها، تتحط جوه الكونتينر ده وتتقفل. والكناتير دي هي بتبقى متلاشنه او متثبته في السطح، وكل واحد رابط في اللي فوقيه بحيث، ورابط في اللي جنبيه. طيب بحيث دول كتله واحده. انا عايزه اعرف يعني هل بيكون في تنسيق ما بين مركب ومركب اخر، قبطان وقبطان اخر، في وقت العبور، في زمن العبور، او في توقيته، هل بيكون في تنسيق لعبور هذه السفن؟ طبعا دلوقتي انا لازم يكون عندي اتصال باللي قدامي واللي قدام اللي قدامي، احنا ثلاثه لقدام وواحد لورا، لازم يكون في اتصال بين احنا الاربعه. ده بيدي كل واحد منهم بيدي الموقف اللي قدامه للي حواليه، بحيث لو في مركب حصل لها اي ترابل فبيبلغ، يا جماعه انا عندي ترابل، كل واحد ياخد حذره، فكل المراكب بتبتدي تخفض سرعتها عشان ما يحصلش ان انا اقرب منه في حال حدوث مشكله تقنيه. وده اكيد بيحصل. كتير. بنعمل ايه؟ القبطان هنا بيكون دوره ايه؟ دي وظيفه المرشد اساسيه. المرشد هنا وظيفه المرشد. لان القبطان ما بيعرفش يتصرف ساعتها، بيحس ان هو في حاجه، هو المكان غريب بالنسبه له عشان ياخد اكشن او ياخد رد فعل. الاتصالات اللي بيني وبين اللي قدامي واللي قدام اللي قدامي، وبفتح الرادار واشوف كل القافله من فوق قدام لورا، واشوف انا موقفي ايه واوامر الحركه، لان الحركه هي المسيطره طبعا في الحاله دي. هو بيقول لي المركب دي هتربط هتقف ولا المركب دي هتكمل، هو بيعمل اتصال بيه. هو كل اللي بيحصل ان بيديني ورنينج في الاول، تحذير، انا عندي مشكله، كله خفض سرعته، كلنا بننزل سرعتنا عشان نستمر محافظين على نفس المسافه بيننا وبين اللي قدامي. بعد كده اهوت بناخد اوامر من الحركه، الحركه هنعمل ايه؟ يقول لك المركب دي فيها مشكله هتربط، مش هتقدر تمشي، ممنوع هنا، ممنوع منعا باتا التخطي، مفيش مركب تتخطى، مركب ربطت يبقى كله هيربط وراها، يربط يعني يجي على الجنب ويوصل حباله شواميه وايه. طب هنا الارشادات الملاحيه برضو وظيفتها ايه؟ مين المسؤول عنها؟ مين اللي بيبلغ عنها؟ المرشد يعني هنا برضو مسؤول عنها المرشد؟ الارشادات الملاحيه هنا هوت اللي هي بتبقى في حد، في المسيطر على الموضوع اللي هي مراقبه الحركه، مسيطر على الموضوع، في تحت منها مجموعه من الفنيين والقائمين على اعمال الشمندورات، بحيث ان الشمندورات دي مضيئه ليلا، ليها انوار، ليها زوايا، ليها مسافات، ليها، احنا كلنا طبعا عارفين حساباتها تمام. فانا لما بعدي الشمندوره دي بلف ازاي، باخد خط سير ايه، كل ده بيبقى محطوط تحت حسابات مظبوطه، محطوط على خريطه موقعه بالمتر، يعني خطا بتاعها بالمتر، مش بال يعني مفيش متر هزار. مفيش يعني هزار، لان المركب لما بتبقى كبيره بتبقى عريضه، تبقى طويله، الغلطه بتاعه نص دقيقه ممكن تعمل احنا بنقدر نتفادى ده. طبعا احنا عندنا خبرات هنا يعني يحكى ويتحكى بيها، خبرات المرشدين هنا حاجه، يعني في ناس هنا قامات عاليه جدا يعني، وبتعدي بالمراكب في اجواء لو حضرتك يعني، هم نفسهم الاباطين بتبقى في حال الذهول، ان هو ماشي ازاي،